هذه المواضيع نستضيف معنا في الاستوديو في بث حي ومباشر الدكتور أحمد قعدان، محاضر وباحث أكاديمي من باقة الغربية، والمحامي عمر خميسي، مدير مؤسسة ميزان. أهلا ومرحبا بكما. أهلا، تحية. نبدأ مع الأخ مازن. أولا تعقيبك على الأخ أحمد قعدان، بالنسبة ل أنا ذكرت هون الأخ عمر خميسي، أنا لم أخطأ، ربما أخطأت بالاسم. عمر خميسي مدير مؤسسة ميزان، أريد أن أسألك وتعقب على المؤتمر الصحفي الذي قامه حزب ميرس، وتم انتخاب غيداء الزعبي مندوبة عنه، وكذلك منحت من 5 مقاعد 2 للوسط العربي، ماذا تقول معقبا؟ يعني يسأل السؤال أين حزب ميرس اليوم من الخرطة السياسية في إسرائيل؟ يعني هل بالفعل ما زال هناك ما يسمى معسكر اليسار؟ معسكر اليسار اختفى، بالتالي حتى أن الانتخابات الأخيرة يعني ميرتس كانت أكثر هي قريبة على المركز دعنا نقول. الأكثر من ذلك يعني إذا كان هناك حديث لماذا التصنيف القومي، بالفعل ماذا لا يكون معناته رقم واحد هناك عربي، لماذا يعني يكون يهودي؟ باعتقادي أن حزب ميرتس يعني صعب اليوم أن نأتي ونقول أنه سيؤثر في المجتمع العربي ويأخذ أصوات كون أنه غير مؤثر، وللأسف الانتخابات القادمة ستذهب أكثر من هو صاحب التأثير، لذلك ستتحمل القائمة المشتركة عبء وتبعات الخطاب الذي والوعودات التي قامت بتقديمها للناخب العربي في الانتخابات الأخيرة، وربط الموضوع في المتطلبات وفي أنها ستقوم بإلغاء قانون كامينيتس، وكما نعرف أنه لم يتم إلغاء هذا القانون، وسوف تقوم بمعالجة واجتثاث موضوع العنف، العنف زاد أكثر وأكثر، وبالتالي أعتقد موضوع ميرتس وليس على الخارطة الانتخابية في المجتمع العربي. للأسف سيكون هناك من الأحزاب اليمينية التي ستلعب أكثر في المجتمع العربي، لأنها ستقول بشكل واضح أن هي المؤثرة، وكوننا يعني كمجتمع نتحمل مسؤولية الخطاب الذي حملته قيادات المشتركة أن الموضوع مربوط في المتطلبات، سيذهب الناخب العربي لمن هو مؤثر أكثر، ولمن هو المؤثر أكثر طبعا يكون في الائتلاف وليس في المعارضة، وكما نعرف سيكون هناك من الصعوبة تشكيل يعني ائتلاف حكومة من المركز ومن اليسار إذا بقي هناك يسار، باعتقادي أنه لم يبقى هناك يسار، باعتقادي يعني لا يؤثر كثير هذا المؤتمر وهذه الأسماء التي طرحت يعني بالنسبة لهذا المؤتمر على أنها ستأخذ وتجرف الأصوات العربية. لنسأل دكتور أحمد حالة التودد هذه، رئيس الوزراء يزور الطير يزور أم الفحم، جدعون سعر حضر هنا إلى الاستوديو ووجه نداء عبر قناة هلا للمواطنين العرب، أيضا حزب ميرس 2 في الخمس الأوائل. يعني هل أنت متفاجئ أم هذا متوقع يعني من هذه العجب؟ بداية تحياتي لك ولجميع المشاهدين، يعطيكم ألف ألف عافية، وسعيد بلقاء أخي الحبيب الأستاذ عمر خميسي. أقول لي ما فعلته ميرتس إنما هو أنها تعلمت يعني درسا جيدا من الانتخابات السابقة، حينما أقصت النائب السابق عيساو فريج المركز الحادي عشر المركز الحادي عشر، وما أتى ذلك اليوم إلا جراء فشل ذريع لها في الانتخابات السابقة 23، حيث أن النتيجة كانت بالنسبة لها نتيجة غير مرضية قطعا، واليوم هي تعلم علم اليقين أنها تراهن على أصوات الوسط العربي، هذه الأصوات التي تحاول ما استطاعت في ظل ضعف بين قوسين المناكفات وقوتها ما بين المشتركة وأعضاء المشتركة، تحاول ما استطعت أن تكسب أصوات الوسط العربي، ولكن أنا أقول النتيجة من هذه اللحظة، وأنا مسؤول عما أقول، أنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. الجواب لي لأنه أين أنتم في الانتخابات السابقة؟ لماذا لم تعبروا عرب الداخل؟ ولماذا لم تعطوهم قيمتهم حينها؟ إذا ما قلنا أنكم بالفعل وضعتم أهدافا وأنكم تقدسوا هذه القيم، والدلالة الحقيقية أنهم ليسوا كذلك، والدليل أنهم أقصوا العرب إلى المكان الحادي عشر في الانتخابات السابقة، وأتت النتيجة واضحة. بالنسبة إلى زيارة بنيامين نتنياهو وسعد وبنت وغير ذلك في البلدان العربية، هذا متوقع،
هذا متوقع لأن الصوت العربي اليوم هو الهدف الأسمى والغاية العظمى بالنسبة للجميع الأحزاب. نحن نقول لا يحك جلدك إلا ظفرك، أبدا لن يشعر بهموم العرب ولا بآلامهم ولا بآمالهم التي نتوقع إن شاء الله مستقبلا أن نحصل نتائج طيبة، لن يحصل عليها إلا أبناء الوسط العربي، أبناء جلدتنا اللي هم حريصين كل الحرص على أن يحققوا ويحصلوا المطالب بأقصى ما يكون وبأفضل ما يكون لتعود بالنفع على أبنائنا في الوسط العربي. يعني تعتقد أن هذه الأحزاب تكيل بمكيالين، خصوصا وأن اليوم مثلا جدعون سعر وقع اتفاقية فائض أصوات مع بنت؟ صحيح صحيح صحيح. هم هذه الأحزاب اليمينية، لا لن أقول أن هناك أحزاب يسارية، لن أدعي ذلك أبدا، أن إما أن يكون يمينا متطرفا وإما أن يكون يمينا. أما أن أقول اليوم في أحزاب يسارية، أتوقع أن هذا المصطلح يعني بحاجة إلى إعادة النظر بالتسمية. همهم هم أنفسهم، أحزابهم، دولتهم، قوميتهم، يعني ينافسوننا على أدنى الأشياء والأمور، يريدون أن يثبتوا الفشل الذريع للقائمة العربية المشتركة. فلم يكن بالإمكان أن نحمي أبناءنا، أن نقلل من العنف في وسطنا العربي، أن نزيد من الميزانيات في البلدات العربية والقرى العربية، أن يعترف بالقرى المهجرة؟ والإجابات كلها بلا. أريد أن أسمع الإجابة من الأخ عمر خميسي يعني على هذا السؤال. يعني نعم، يعني اليوم صراحة خلينا نجي نحكي، يعني موقفي كعمر خميسي واضح مع مقاطعة الانتخابات، وأنا لا أعول كثيرا يعني لا على الكنيسة وعلى الانتخابات ولن تؤتي بثمارها للمجتمع العربي باعتقادي. نعم باعتقاد سنناقشها في حلقة أخرى، ولكن تفضل. باعتقادي أنه يتحمل مسؤولية التحول الحادث بهذه الأيام هو القائمة المشتركة. عندما قامت القائمة المشتركة بقياداتها المتنوعة والمختلفة والتي جاءت بتمويل طبعا واضح بصناديق أمريكية، التي قامت بتمويل الانتخابات الأخيرة في المجتمع العربي عن طريق جمعيات نعرفها في المجتمع العربي، أدخلت ملايين الشواكل لكي تحث العربي أن يذهب إلى صناديق التصويت. هذه الأحزاب لم تكن صاحبة القرار على التوصية، فلذلك كان هناك من وجه لها أن توصي على غانتس. في نهاية المطاف يعني على ماذا يستغربون اليوم عندما يقوم نتنياهو وسعر وغيره من التواصل مع المجتمع العربي، وهم ذهبوا يعني زي كيف بالمسلسلات التركية هيك رايحين ووصوا على غانتس وعلى جنرالات اللي هي عمليا في نهاية المطاف. كيف تفضل الدكتور في النهاية هني عملي بالنهاية كان غانتس في ذلك أول الشرين. لا لا في شو ولا أول الشرين ولا بس وصى هذا وصى هذا في نهاية المطاف. هاي التوصية ماذا يعني جابت للمجتمع العربي؟ راح وصوا على غانتس وغانتس حطهن على الرف وراح عمليا على نتنياهو. بالتالي الشريك اللي انت اخذته اللي انت عمليا لما انت بتروح بتوصي على شخص وبتحط فيه الثقه معناته انت في لك ثقه فيه، هذا الشخص راح عمليا على نتنياهو. اليوم بيجوا بيقولوا لنا بالهي الفزاعه اللي هي اسمها اسقاط اليمين واسقاط نتنياهو. بالفعل كيف حكى الدكتور اليوم ما في شيء اسمه يعني يمين ويسار، هناك في اقصى اليمين وفي مركز في اليمين وفي يمين يعني ها يعني هيك كمان. فعمليا حتى بالفعل المركز مش موجود. بالتالي انا باعتقادي يعني مشكلتنا انه بالسنوات الاخيره بعدنا بنفوت وبنخوض في موضوع الكنيسة وماذا حدثت الكنيسة وماذا حققت وماذا منعنا واي الوعودات التي تم يعني قولها قبل الانتخابات، وبالاخر صفينا لا كمينيت انمحى ولا الهدم توقف ولا العنف توقف. بالتالي هذا الامر يعني يدعونا الى عمليا البحث الجدي الى بناء لجنه متابعه مستقلة من الكنيسة ومن الأحزاب التي موجودة في الكنيسة كقيادات. طبعا يعني واضح أنه يكون لها دور ويكون لها النهوض في مجتمعنا لأنها تمثل هذا المجتمع، ولكن لا يمكن أن يبقى هذا الربط ما بين المشتركة كقيادات وبين المتابعة، لأن هناك تأثير باعتقادي تأثير سلبي. وبالتالي علينا بالفعل أن نبني مجتمعنا وأن نحصن مجتمعنا وأن نسعى أولا في إصلاح داخل البيت في المجتمع العربي لإصلاحه عمليا مجابهة كل الآفات وكل المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا العربي. هل لا يعني أن الانقطاع التام عن المطالبة في الميزانيات التي هي حق لنا وعمليا الدراية، ولكن لا نسمع هذه الأصوات إلا عن طريق الكنيسة عن طريق البرلمان
هناك يلتقون بالوزراء، هناك يلتقون برئيس الحكومة، هناك المطالب. يعني في نهاية المطاف في نهاية المطاف هناك بلديات ورؤساء بلديات ورؤساء مجالس، وهناك رؤساء بلديات يفعلون شيئا اليوم. لا التي هي من ما دورهم اليوم في الجريمة والعنف؟ يجب أن يكون لهم دور. وما دور أعضاء الكنيسة اليوم والأحزاب في هذا الموضوع؟ لا يوجد هناك أي دور. وبالتالي الذي يقوم في مفروض أن يقوم في البرامج في الأحياء وفي الحارات وفي البلدات هم عمليا رؤساء المجالس والبلديات، هم الذين في نهاية المطاف يحصلون على هذه الميزانيات عن طريق البلديات والمشاريع التي تأتي لمكافحة العنف، والتي تأتي عمليا لإقامة برامج لا منهجية لتشجيع وعمليا إيجاد أطر فاعلة لهذه للطلاب وللشبان وللشبات ولمجتمعنا. باعتقادي في نهاية المطاف الذي يحل هذا الباب هو المجالس المحلية والبلدات، عندما تجد الميزانية الصحيحة المتوفرة والتي يحصلون عليها لعمليا العودة بها إلى المجتمع وفائدة المجتمع. أنت تقول أشياء بعرف ربما غريبة عن الواقع. لا هي موجودة، ولكن أنت لا تسمع كثير لأنك أنت لا بالعكس هناك كثير من يقول أنه ببعض المداخلات. لا بس ربما له وجهات نظر يعني بالنسبة لك يمكن أنتم غريبة، ولكن كثير من يتكلم عن مقاتلة الانتخابات ويدعو إلى البديل، والبديل هو عن طريق لجنة المتابعة العليا التي عقدت مؤتمر متخصص في موضوع العنف والجريمة، ولكن يحتاج هذا العمل إلى ميزانيات ندعو نروي. وكيف تصل المتابعة إلى الحكومة إلى المسؤولين؟ يعني كيف بسهولة تستطيع؟ يعني هناك المتابعة وهناك لجنة السلطات المحلية للسلطات المحلية والبلدات الذين عملين بشكل يومي يتابعون عملهم مع الوزارات. يعني في نهاية المطاف الأموال والميزانيات لا تتحول عمليا لحساب الحزب والحزب بحوله للبلديات. الأموال في نهاية المطاف في الحكومة تتحول إلى عمليا للوزارات، والوزارات تحول هذه الأموال إن كانت وزارة الصحة وإن كانت وزارة الداخلية وإن كانت وزارة المواصلات تتحول للبلديات. يعني هل أنت شفت إنه مثلا حزب الجبهة ولا الحزب التجمع ولا الحركة الإسلامية ولا أي حزب آخر يعني أجوا وعملوا مثلا بلدة عربية ولا توسيع منشآت ولا بناء ولا كذا؟ طبعا يتم ذلك عن طريق البلديات والمجالس المحلية. على ما يبدو أن زميلي يحاول أن يخبئ الشمس بغربال. مشاريع الحركة الإسلامية بفضل الله اليوم دخلت إلى جميع البلدات والقرى العربية، بل تجاوزت إلى الكثير من الدول المحيطة. من الذي قام بحملات خاصة بأبناء سوريا؟ ومن جمعيات ملان جمعيات الخيرية أغلبها التابعة للحركة الإسلامية. هذا مش الموضوع، لا نستطيع أن نخفي ذلك. أضف إلى ذلك أنا أعيب على زميلي وعلى أخي الحبيب أخي الشيخ عمر أنه يقول أن هناك جمعيات أوروبية أو أجسام أوروبية دعمت المشتركة من أجل أن تنزل إلى الشارع العربي. وأقول البينة على من ادعى البينة على من ادعى. أخي العزيز تستطيع أن تدعي ما بدلك، ولكن نريد دليلا. هل هناك إثباتات؟ يا عمي هناك إثبات، هناك المركز العربي للتخطيط البديل الأستاذ المدير فيه سامر سويد الذي هناك فصل بشكل واضح الأموال من أين جاءت ولأي جمعيات في البلاد تم توزيعها لكي يكون هناك حملة على ما يبدو حملة إعلامية. نتحدث اليوم عن حملة مسمومة ضد المشتركة يجب أن جمعيات من الحركة الإسلامية الجنوبية تقلقت هاي الأموال. أبداً هذا كلام مردود عليك يا أخي العزيز. نتشجع الناخب العربي أن يذهب إلى الصناديق ولكي يتم هناك عملية التصويت. بدون ما ونحن أيضا ذهبنا دون الانتخابات الأخيرة كانت النسبة أعلى من التي قبلها لأن هناك كان مقاطعة وصوت مقاطع كبير من المجتمع العربي لأنه لم يؤمن أن الكنيسة ستحقق له الأهداف التي يريدها ولن يحقق له الخير في هذا الجانب. لذلك قاطع وبالتالي كان هناك ضغط الملايين من الأموال. يعني أنا أستغرب من الدكتور أحمد أنه بعرفش هذا الموضوع منه ومش عايش معنا. اسأل كل الأحزاب تقر أنه كان هناك أموال ولكن يقولوا هذه أموال جاءت للشجع. معناته أنت منقطع عن الأخبار. يعني هذا مش أنا اللي بقوله. إذا أنا منقطع عن الأخبار وأنا بفضل الله عز وجل في لبها وأنا من سوقت لها في المثلث الشمالي والمثلث الجنوبي ومن شاركت بجميع جلساتها وأنت تغيبت عنها جميعها. كم لك تريد أن تنظر مقاطع الانتخابات كدش عليها. هذه وجهة نظر. أنا أعطيك الدليل وأقضع الحجة بالحجة وأخاطب العقل بالعقل. كانوا 13 عضو أصبحوا 15 عضوا. من وين أجوا؟ من وين أجوا؟ هذول عضوين الزيادة من وين أجوا؟ من المجتمع العربي. أجوا لأنه المجتمع نزل إلى الصندوق وصوت بقناعة. لم يتلقوا أموالا، لم يتلقوا رشاوي أبدا.
انت بتقول انت عن جد ولا بتمزح؟ لمين اعطت المصادر؟ انت بتحكي عن المجتمع، انت وين قاعد تحكي قدام جمهور؟ انت بدك تخدع جمهورك. ارجع لورا، ارجع المصاري راحت لحملات اعلاميه، لمكاتب المكاتب الاعلاميه واضحه. مين ممولها؟ مين ممولها؟ انت قول لي مين ممولها؟ مين ممولها؟ للدوله. يسمع الاحزاب بدها تمول الاحزاب السياسية. الاحزاب بتعترف، الاحزاب بتعترف انه هناك صناديق. انا اقول فلتخرج دليلا امام الناس بالكلام الذي تقول. اطلبوا المصاري اللي تم المصاري الدخول عن طريقهم، المره الجايه تطلبون لهون، وهو بحكيها بشكل واضح ولا يعيبون ذلك. هم يقولون ان ذلك يرفع نسبه الانتخابات والديمقراطيه، وذلك يؤثر على اليمين اكثر، وهذا يرفع على الانتخابات. هذا الذي قال اللي بدوش يصوت بصوتش لو يشوف مليون اعلان. انت مقتنع انك بدك تعيش الاموال بحطوها؟ اذا هيك انت ليش تحط مصاري بالحسابات؟ انت بدك تقاطع الانتخابات، تحط مصاري على الانتخابات. عزيزي انت بدك تقاطع الانتخابات. لو تشوف 100 قناة، لو تشوف مليون لافت، مش مزبوط تاخذ تصوت. الجواب لا. في ناس الجواب لا قطع على قناعة. الذي خرج للتصويت خرج بقناعة تامة مطلقة أنه بحاجة إلى من يمثله من أبناء جلدته من العظم داخل حقك؟ داخل الكنيسة. إيش حقك؟ ماذا حقك؟ وماذا حققت أنت خارج الكنيسة؟ أنا ما وعدت إنه بلغي كنيسة. اليوم أنا أقول لك إنجازات. أنا ما ألغيت إنه عزيزي. أنا ما وعدت إنه بلغي كمينيتس. إنجازات. أنا ما كذبتش على الجمهور. قاموا بتجميدها. أنا ما كذبتش إنه بلغي العنف. قاموا بتجميدها. أضف إلى العنف، ملف العنف يتضأسه الدكتور منصور عباس، ملف العنف بحاجة إلى ميزانيات، ملف العنف. أنا أخاطبك الآن وأنت إنسان واعي ومثقف، هل وجب علي هل وجب علي خاطب الجمهور؟ أنا أخاطب الجمهور، أنا أمام الشاشة. قل له أوعده كم مرة؟ أوعده عزيزي. لن أوعد، لن أعد أحدا، وإنما أقول لك قبلك أوعدك. أوعد وإنما أقول لك، أقول لك بشكل واضح وصريح، تربية الآباء للأبناء، التربية داخل البيت، التربية في المدارس، التربية في الأسواق، التربية في الشوارع. 100% انت بدك تقنع. نعم هناك تقصير، هناك تقصير، هناك تقصير واضح من الشرطة. انا مقصرة في الوسط العربي، ولكن اقول لك عزيزي، علاج العنف لا يتأتى الا من داخل البيت بداية. اما اهمال الاب للابناء، لحظه شوي، بعد الانسان عن دينه وعن عقيدته. يعني من جهه بتقول، من جهة بتقول انه العنف، انه الشرطه مقصره، ومن جهه امبارح سمعنا الدكتور منصور بشكر الشرطه على دورها. اتفق مع ايش وانتو؟ الشرطه بتقوم بدورها ولا بتقومش بدورها؟ يلا قرر من الشرطه تقوم. مو بلاش انه نعمل ازدواجيه في الخطاب. الشرطه تقوم بجزء من واجبها، ولا بتقوم بشيء، ولا بشيء بتقوم. قل لي ايش الجزء، يلا هات شو اعطيني اياه هسه للمشاهدين. ايش الجزء اللي بتقوم فيه؟ ايش الجزء اللي بتقوم فيه الشرطه؟ الشرطه لا تقوم ولا بتقوم بجزء يسير، ولا بالجزء اليسير ابدا. الشرطه متآمره على المجتمع العربي. انا معك، انا متفق معك. عايش تشكرها، عايش تشكرها لما الشرطة عمليا اليوم، الشرطة لما بينقتل واحد يهودي بعد بكذا ساعات بتروح بتطلع مين هو اللي قاتله. عندنا العرب صار 100 وشيء، معناته ما معناته فيش حاجه نيجي نشكر الشرطه. هذا فيش حاجه نيجي نشكر الشرطه. عزيزي. فيش حاجه نيجي نقول لازم نحط وين اصبعنا على الوجع ونعالج المجتمع. انت بديت في نقاط مهمه، التربيه نبدا فيها. العنف اللي بيحل العنف احنا، مش المصاري اللي بيحل العنف احنا، اللي بيعالج قضية العنف في المجتمع العربي في الوسط العربي احنا. كيف؟ وين دور الأئمة؟ وين دور الخطباء؟ وين دور المربين؟ وين دور الساسة؟ وين دور القادة؟ كل ايه نقدر نسويه مش عن طريق الميزانيات والحكومة. لا تستطيع ان تصل الى رأس الهرم الا اذا كنت داخل الكنيسة. انا بربي ابني عن طريق نتنياهو، انا بربي ابني عن طريق نتنياهو، بربي ابني عن طريق اريا درعي، انا بربي ابني، انا بدي اروح اطلب منه ميزانيات مشان اربي ابني. هات كل واحد يجيب ابنه. بيومين زاد عن 5 قتلى، ربي اولادنا. دعنا نتكلم عن هذا البرنامج. مش بحاجة نتو لحكومة كيف تخطط. عمر السؤال، مش بحاجة لحكومة. تعرف العنف والجريمة في الوسط العربي في الفاتح من هذا العام، يعني 2021 5 قتلى، يعني الشرطة يجب أن تتدخل في هذا الموضوع. وحدة يعني ما هي هتتدخل، بس هي مش متدخل يا أخي. ما احنا يعني احنا بنقول للشرطة تتدخليش، ما احنا بنقول للشرطة تعالي اعتقلي، تعالي لمي تجار السلاح، تعالي قيمي الإجرام المنظم عندنا في المجتمع العربي، مش مساوي ولا أي شيء. احنا كمجتمع عربي بنقول للشرطة تتدخليش، وبدنا عمليا نعمل استقلال عنك. ما هي الشرطة عمليا شايف الجريمة وشايف القتل، وعندها كل الإمكانيات المادية ومن ناحية رجال الشرطة ومن ناحية كل شيء، بس ما في عندها إرادة، لأنها مش معنية في هاي الإرادة. لأن الشرطة بدها إنه احنا كمجتمع عربي نضل في عنا نتكاتل مع بعض. لا الشرطة يعني مش عارفة العائلات اللي بتتكاتل مع بعض في البلدان العربية، ومش عارفة مين. يعني آخر حادث صار
تحت حراسة أعين الشرطة. نعم. ثلاث سيارات مع ثلاث سيارات اللي هن عليه سيارتين حراسة مع ثلاث سيارات شرطة، أكثر من هيك إنه يتم الاغتيال وما ينمسكش ولا أي أحد، وبالآخر نيجي نشكر الشرطة ولا نقول إن الشرطة إحنا مانعينها؟ إحنا مش مانعينها، تيجي الشرطة تقوم بشغلها، تروح الشرطة تقوم، الشرطة تروح تقوم وتقوم المجموعات المنظمة عندنا في المجتمع العربي. ملاحظة جد مهمة، الشرطة مقصرة كل التقصير بواجبها اتجاه المجتمع العربي والوسط العربي، ولكن علاقة الشرطة هذه إحنا ممنوع إحنا دائما نحملها ونقول الشرطة الشرطة. يجب علينا أن نقوم بواجبنا في البلدات العربية. أنا بقول أنا كعضو في بلدية باكر الغربية وأفتخر أنني أخدم الكبير والصغير بفضل الله. وضعنا الميزانية، صوت عليها الأسبوع الماضي، وضعنا ميزانية خاصة رصدناها لكاميرات في كل شوارع باقة، طرق باقة. نحن نعلم اليوم بفضل الله بنحط إيدينا قاعدين على محطات بيع المخدرات والسموم والكحول لأبنائنا. من هون يبدأ العلاج. أما مش أظل أقول الشرطة الشرطة علما أنه هي مكسرة 100%. طيب هناك شريحة في المجتمع لا يتم الحديث عنها، هي شريحة الشبيبة التي تضررت كثيرا خلال الأزمة. لماذا يغيب الحديث عن الشباب وقضاياهم وهم عماد المجتمع ومستقبله؟ لماذا لا يتم التركيز على الشباب؟ باعتقادي الموضوع الشباب هو بالفعل يعني نهوض مجتمعنا هو بشبابنا. لطالما كان هناك يعني الجمعيات الفاعلة والناشطة التي أوجدت أطر وفعلت أطر لهذه الشباب، إن كان بالمراحل الثانوية أو بالمراحل الجامعية، ولكن هذا لا يكفي باعتقادي. يعني لا يمكن اليوم أن نأتي ونقول أن المشكلة في نقطة واحدة. نعم أتفق، هناك كثير من النقاط التي بحاجة إلى العمل. أنا ما أقوله أن نحن كمجتمع يجب أن نعود إلى فكرة المجتمع العصامي الذي يبدأ ويبني نفسه من نفسه، الاتكال على أنفسنا. وهذه يعني الفكرة التي يعني أطلقها الشيخ رائد صلاح الذي يقبع اليوم في سجون الإسرائيلية ظلما، لأنه كان يرفع راية الحق وكان يرفع راية إفشاء السلام في المجتمع العربي، وهو يحارب على ذلك. يحارب لأنه لم يدخل الكنيسة، يحارب لأنه لم يدعو إلى الخطاب الذين هم يريدونه، بالتالي هو يدفع الثمن. باعتقادي كانت هناك رسائل مهمة بدأت ويجب الاستمرار عليها، أن هذه الشريحة، شريحة الشباب التي هي شريحة واسعة وشريحة كبيرة من مجتمعنا، يجب أن نكثف الفعالية اللامنهجية، يجب أن يكون هناك برامج في البلدات والسلطات المحلية وإيجاد الأطر المختلفة لهذه المجموعة، لكي بالفعل يعني نوجهها إلى الطريق الصحيح، نوجهها إلى أن يكون هناك تتحمل المسؤولية وأن تنهض في المجتمع وأن تؤثر كذلك بتأثير إيجابي لمجتمعنا. يعني اليوم الذين نفقدهم يعني هم من بالعنف، هم يعني من شبابنا، من خيرة يعني باعتقادي بالجيل تاعهم، يعني جيل الشباب. حتى لو كان الشخص يعني فيه عنده أخطاء معينة أو أنه قام في فترة طيش، ولكن ما بعدها قد يكون هناك التعديل والتغيير في حياته وأن يكون إنسان إيجابي وأن يعود بالخير لمجتمعه. وعليه أن نركز الفعاليات أكثر وأكثر. لذلك باعتقادي أن المسؤولية نتحملها كثيرا. لماذا أعود وأقول أن لجنة المتابعة؟ باعتقادي لجنة المتابعة بأحزابها والمجتمع الذي تمثل هناك باستطاعتها أن تقوم في هذه الفعاليات. لا نتكل فقط على الميزانيات التي تأتي من الحكومات، يجب أن في نهاية المطاف أن ننفذ الميدان. التنظير من بعيد لا يكفي، الخطابات من بعيد لا تكفي، هناك برامج يجب أن تكون يعني. وباعتقادي يعني ليس سرا أن أقرب من هم على المجتمع ميدانيا هم الحركات الإسلامية، إن كانت الحركة الشمالية التي حضرت، التي عمليا لما حضرت كان لديها أكثر من 30 جمعية، وهناك من الجمعيات التي ما زالت مستمرة، والحركة الجنوبية التي كان لها وما زال لها باع بهذا الجانب، هم الأكثر قربا إلى المجتمع. بالتالي على الأحزاب الأخرى أن تتعلم من هذا النموذج وأن تكون بالفعل هناك حراك وفعاليات ونشاط اجتماعي مختلف، إن كان بالثقافة، إن كان بالتربية، إن كان بالصحة، إن كان بالأطر الطلابية التي هذه جمعيات أوجدت أطر للطلاب. سألتني عن هذه الشريحة، هناك أطر لهذه المجموعة. دعنا سمع دكتور أحمد. أقول بالنسبة للشباب إن الشباب في الأمة هم قوة نهضتها، إذا استقام الشباب وصلح أمره فإنه سيهن الأمة بكل ما تتطلع إليه من المجد والعزة والتقدم. إن سقط الشباب في متاهات الفساد كان ويلا على أمته في حاضر
ماضيها ومستقبلها. تحية إجلال وإكباد إلى شيخي الحبيب الشيخ ضائد صلاح، نسأل الله أن يفرج عنه كذبه وهمه وسجنه إن شاء الله، اللهم أمين، مع الدور الفاعل الذي تقوم به الحركة الإسلامية اليوم بفضل الله عز وجل، بكل مؤسساتها بكل جمعياتها التي لها الأثر العظيم والكبير بفضل الله على الصغير والكبير. ما دمت ذكرت الكتلة الإسلامية، للنائب منصور عباس نهج معين يختلف عن باقي مركبات القائمة المشتركة، أين يقف المجتمع العربي من نهج منصور عباس ونهج باقي مركبات القائمة المشتركة، خاصة وأنه يوجد تراجع في تأييد القائمة المشتركة في المجتمع العربي؟ بديش أنا أخذ الشق الأخير اللي هو التراجع، ربما أنه تكون هناك مفاجآت للأفضل، أن نهج الدكتور منصور عباس هو نهج متعقل، الإنسان الذي جاء وخرج من البوتقة، خرج من هذا الصندوق المغلق ليحدثنا بسياسة جديدة جلية واضحة مع الحفاظ على ديننا وعقيدتنا وثوابتنا بفضل الله تعالى، ليحصل ما استطاع من أمور وأشياء التي تعود بالنفع المطلق على مجتمعنا العربي. القائمة المشتركة أنا أقول يجب الحفاظ عليها في الوقت الذي نرى فيه أن الأحزاب اليمينية، نرى فيه أن ميرتس تحاول جميعها أن تمتص أقول وتجذب الأصوات العربية في الوسط العربي، أقول يجب علينا أن نحافظ على المشتركة، لا من أجل الأصوات فقط اللي إحنا بأمس الحاجة إلى كل صوت في الوسط العربي إن شاء الله، أقول لرؤساء الكتل في المشتركة فلتجلسوا حول طاولة واحدة ولتلقوا بجميع الخلافات بينكم، فلو كانوا متفقين على كل شيء لكانت كتلة واحدة، لما كان هناك أحزاب، لو كان هناك اتفاق، ولكن اتفقوا على بعض الأمور واختلفوا على بعضها مع الحفاظ على الدين والعقيدة والثوابت. بناء عليه فليجلسوا ويضخوا دما جديدا بوجود شخصيات سياسية اجتماعية تربوية علمية، يفوتوا شخصيات جديدة دم جديد إلى هذه القائمة ولينطلقوا إن شاء الله من جديد. كلمة أخيرة لهم التوفيق. يعني باعتقادي هناك يعني تخبط حتى في داخل قيادات المشتركة لأي سياسات يريدون أن يتوجهوا، يعني يتم رعب الصدع يمكن يعني في نهاية المطاف، يعني هي في نهاية المطاف هي مصالح، التقاء مصالح. كيف تفضل الدكتور، ليس بالضرورة أن يكون هناك توافق تام بين الأحزاب، كل واحد بغرد على مواله كيف بحكي، هذا الثوابت بعرفش إيش الثوابت، يعني هل هي أصبحت الثوابت أنه يكون نتنياهو شريك أو أن يكون هناك تصويت؟ فباعتقادي موضوع صار فيه نوع من التمييع، وليس يوجد هناك دي ان اي واضح لي ما هي الطريقة التي يريدون بها. إذا ربط الموضوع في تحقيق المطالب للمجتمع العربي من اعترافات ومن غير ومن غيرها، يعني هذا يفتح الباب للناخب العربي لأن يذهب مباشرة إلى منبع التأثير، يعني وبعناته بروح لنتنياهو بقول لك أنا بصوت لنتنياهو وهو بأثر بالتالي. هنا نخلط يعني وهذا أخطر، أخطر ما أوصلت به المشتركة الناخب العربي، أنه أصبح يذهب إلى من يؤثر أكثر عضو الكنيسات ولا الكنيسات. وتقاطع الآن وتقاطع بعد يا شيخ عمر، نحن بحاجة إلى المشتركة، المشتركة نتنياهو ولا المشتركة تمثلنا جميعا. أنت بتقول لي نتنياهو ولا المشتركة، أنت تجلس بعيدا عن السياسة وتقول لي اليوم أنا لا مش بعيدا، بعيدا عن الكنيسة، بعيدا عن الكنيسة وليس بعيدا عن السياسة، يعني أول من مارس السياسة ولكن بعيدين عن الكنيسة. السياسة لدينا ليست فقط الكنيسة، خارج الكنيسة هناك السياسة. هذا النقاش لن يتوقف بالطبع حتى بعد الانتخابات. أنا أختم، سيسوس قادة يقود، القيادة موجودة داخل الكنيسة وخارج الكنيسة. إذا الدكتور أحمد قعدان محاضر وباحث أكاديمي، شكرا لحضورك. المحامي عمر خميسي مدير مؤسسة ميزان، شكرا لك. أعزائي المشاهدين نخرج الآن إلى فاصل ثم نعود لمتابعة البرنامج الإخباري هذا اليوم.